بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على أشرف الخلائق والبشر محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم المحشر أمر بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إن شئت سهلا الدرس الماضي درسنا عن البحث عن, عن العمل صحيح صحيح طيب. ونعرف ان ان البحث عن العمل ص, صعب صعب حتى كما وقع في في, في بلادنا الاندونيسيه كذا كذا والان ناتي الى موضوع جديد عمل المراه ما عمل طيب قبل أن نأتي إلى النص نجيب الأسئلة نعم. السؤال الأول ما المراد بعمل المرأة؟ المراد بعمل المرأة المرأة تعمل خارج البيت hmm. في المدرسة نعم أو في سوق نعم أو في المكتب وفي أماكن أخرى طيب إذا المراد يعني يعني ماذا ما فعل المرأة خارج خارج البيت طيب وثاني ما العمل المناسب للمرأة في رأيك العمل المناسب للمرأة في رأيي في البيت أو في المدرسة أو في المدرسة أو في البيت أو في تربية في تربية الفال طيب إذن في رأيك أنت نعم. تقول ماذا أول شيء في البيت صحيح؟ نعم, نعم. in ah la dalil lil mar'ah an ta'mal kharijal bait la la qulta anifan uh, fil madrasah yakni id la bud yakni la budda lil mar'ah an ta'mal ta fal amal Langit, fil, uh, fil... fil madrasah wa al majal ehh uh, hmm. tunasip uh, biha tunasip wah awal Madrasah eh uh, an mukhola arjal. Hmm. baik yani idla budil marah an tamal kharijal فال فال يعني العمل لا بد في المدرسة أو حول في في يعني في التربية مثلا تربية الأطفال تربية الأولاد في ذلك المكان صحيح صحيح طيب الثالث ما رأيك هل تعمل المرأة نعم يعني العمل هنا خارج البيت هل تعمل المرأة؟ في رأيي تعمل المرأة طيب uh, لماذا؟ لأن uh, نحن نحتاج للفلوس كثيرا طيب نحتاج إلى المال uh, uh, إذا هي تعمل نعم يمكن ماذا نقول؟ تساعد الاسره وتساعد الزوج. اه ايوه ايوه طيب اذا في رأيك ماذا لا يعني هل تعمل المرأة نعم المرأة تعمل لأن الأسرة تحتاج إلى إلى المال نعم طيب ما وظيفة المرأة الأساسية في رأيك وظيفة المرأة الأساسية في رأيي تعمل في البيت Hmm. ربة البيت. Ah, أن تكون ربة لل... للبيت. نعم. طيب. هل راتب المرأة يساعد الأسرة؟ راتب يعني أجر، الأجر، الأجرة. الأجر. نعم، هذا أقصد أنيقاً. نعم، راتب المرأة يساعد الأسرة. طيب، راتب المرأة يساعد الأسرة. طيب، الآن نأتي إلى الناس. أنا سأقرأ الناس ثم بعد ذلك أنت تقرأ الناس <applause> عمل المرأة هل تعمل المرأة خارج بيتها أم لا تعمل يختلف الناس في الإجابة عن هذا السؤال إلى ثلاث فرق إلى ثلاث فرق فريق يقول نعم يجب أن تعمل المرأة خارج بيتها مثل الرجل وفريق آخر يقول لا يصيب أن تعمل المرأة خارج بيتها وفريق ثالث يقول تعمل المرأة خارج بيتها ولكن بشرط ولكن بشرط بشرط يقول الفارق الأول إن المرأة نصف نصف المجتمع ولا يسئ أن تجلس في بيتها تغسل الملابس وتعد وتعد الطعام وتنظف البيت وتربي الأولاد وهي عندهم جزء من الاقتصاد تعمل وتأخذ أجر و ويرى الفريق الثاني أن وظيفة المرأة الأساسية تكون في البيت، حيث تديره وتربي أولادها. ويرى هذا الفريق أن الراتب الذي تأخذه المرأة أن الراتب الذي تأخذه المرأة من عملها تعطيه للخادمة التي تفسد أولادا تفسد الأولاد ولا تسقطهم ويقول هذا الفريق إن خروج المرأة من البيت يؤدي إلى تفكك الأسرة وضياع الأولاد أما الفريق الثالث فيرى أن العمل حق للمرأة فتعمل عملها الأساسي في بيتها ولها أن تعمل خارج بيتها بشرط أن تعمل على أن تعمل في في المجالات التي تناسبها وتحفظ أخلاقها وتبعد عن مخالطة الرجال كالعمل في المجال الطبي فتعمل طبيبة. أم ممرضة أو في المجال التعليمي فتعمل معلمة أو مربية أو غير ذلك في مجتمع النسائي تفضل. نعم. عمل المرأة هل تعمل المرأة خارج خارج بيتها أم لا تعمل؟ يختلف الناس في في الإجابة عن هذا السؤال. ila salasi firokin. Farikun yakul naam yajibu an ta'malal ta marah qarija baitiha misla rujul. Wa akhar yakul la yasihu an ta'malal. Ta layasihu. marah qarija baitiha. Wa salis yakul ta'malul Ta mar'ah kharija baitiha walakin bi Yakulul yaqulu yaqulu awal innal mar'ata nisful mujtama wa la yasihu an tajlisa fi baitiha taksilul malabis wa tu'id taksilu taksilul malabis wa tu'id tu'am watunazziful bait watrobil aulad wahia indahum juzum min al iktisadi ta'malu ta wa taquzu ajra am amaliha wa yarul fariqus sani anna wazifatal mar'ah alasasiyah takunu fil bait haisu tudiruhu wa turabbi awladaha wa yara hazal fariku an ar-ratibal ladzi marah min amaliha tu'tihi lil khadimatil tufsidul aulad wa la tuslihuhum wa yaqulu hazal fariku inna khurujal mar'ah minal baiti yuaddi ila tafakkukil usrah waldoya <tuh> il awlad amal Fariku salis Fayaro an nal amala haqqun del marah Fataamalu amalu amala hal asasiyah fi baitiha walha anta amala koriyah baitiha bisharti anta amala fil majalla fil majalla tunasibuha wa tahfazu akhlaqaha wa tuma'ida an mukhalatatir rijal kal amali fil majalil tibbi wa ta'malut tabibah aw mumarridah aw fil majalil aw fil majalit ta'limi fa ta'malu mu'allimatan aw murabbiyatan aw ghor fil fi mujtama'in نسائي طيب هل عندك سؤال؟ نعم سؤال oh. تديره حيث تديره ما معنى تديره؟ يعني uh, تحفظه تحفظ

bainan nas, uh, an amal an amal mar'ah kharijal bait. Naam. Naam. Uh, Anas an fi fi hal, fi hazi mushkilah... yang ila salah satu aksam. Korek awal uh, ila Alaa ah, salathi firaq. Taisaa ila... nah, ala salathi firaq. Ah. Ha. kul awal eh uh, Yaqul ah. innal mar'ah nisful mujtama. Wala yasihu. Wala yasihu an tajlisa fi baitiha faqat. Wa Farikusani Ayakul Anna wazifat al-mer'ah Al-asasiyah Antakuna fil bayit oh, Aisyu udiruhu Watrabi awladaha Amal uh, Amma Fariq Salis Yakul ah. Uh, anna annal amala haqqun del mar'ah ta'malu amalah al-asasiyah fi baitiha walha an ta'mala ta kharijal kharja baitiha bi syartin anta an ta'mala ta fil majallati allati tunasibuha hmm Tayy oh, idzan hunaka thalath fi firaq hal عمل المرأة أي تعمل المرأة خارج البيت أم أم لا؟, لا. الفريق الأول يقول يعني المرأة لا بد أن تعمل خارج البيت لأن المرأة نصف من المجتمع مجتمع. طيب لها دور في الاقتصادي وعندهم جزء من الاقتصادي يعني تعمل وتأخذ الأجر وتأخذ الراتب. طيب ولكن يرى الفريق الثاني أن المرأة لا بد أن تعمل في البيت لا تعمل خارج خارج البيت بحيث أن العمل في البيت هي هو العمل الأساسي لل للمرأة مثلا تربي الأولاد تدير البيت وغيرها طيب لأن المرأة ماذا ربة ال... البيت. البيت والفريق الثالث يقول أو يرى أن المرأة ي... يعني يجوز عليها أن تعمل خارج البيت ولكن بشرط أو بشروط الأول أن تعمل في المجلات التي تناسب تناسبها مثلا في عملية التربية أو في عملية التدريس في المدارس يعني وكذلك والأحسن في المدارس الذي ماذا يفرق bainar rijal wan wan nisa fil fusul wa hi wa kadhalika tahfazu aula akhlaqaha wa an mukhalatati rijal Baik. ya'ni la ba's lil mar'ah an ta'mal kharijal bait walakin la budda an ya'an tahtam بشروط، بعدة شروط، طيب، إذا، من هذا النص نرى أو نعرف أن المرأة لا بأس عليها أن تعمل خارج البيت، ولكن الأحسن، الأحسن ماذا؟ المرأة تكون في بيتها. تكون في في بيتها إلا عند الضرورة ما هي الضرورة؟ الضرورة الأولى مثلا بمناسبة المال يعني لأجل المال مثلا حينما لا تعمل المرأة يعني تدر الأسرة تدر الأسرة لا شيء لأقل الأسرة مثلا وهي ماذا أه بد أن تربي أولادها كذلك أه ماذا نعم تربي أولادها بنفسها ليس عندها الزوج أو من أه يستعدها في تربية الأولاد مثلا طيب والثاني وهذا أه الأحسن يعني ta'malul ta mar'ah fil fil bait. Wala ba'sa 'alaiha an ta'mal ta kharijal bait walakin bi bisyurut. Tsumma uh, id la budda an ta'mal ta kharijal bait fal 'amal la budda munasabah 'alai ya'ni munasib. Masalan fi amaliyatit tadris. Amma masalan an takuna bacan. هذه يعني هناك الخلاف ايضا كيف إذ يكون المريض ماذا من الرجال فهذا خلاف ايضا هناك ممرضه ولكن المريض رجل فهذا ماذا لا بد ان تفصح ماذا تفصح طبيبه المريض فهذا الاف اي ايضا. طيب. هذه اه عند عند آه لهم الاعراف. لهم الاعراف. والاصح ماذا? يعني عمل المرأة في, في البيت. نعم لكل شخص رزق من الله. فالرزق يأتي من من الله فلذلك ماذا نقول يعني عمل المرأة في بيتها لا تخرج من بيتها هذا سيساعد الزوج في ماذا في الحصول على رزق أكثر أكثر من ماذا من عملية المرأة خارج خارج البيت هذا ماذا يساعد tusa'idu tusa'idul mar'ah az-zawj ya'ni bid-du'a min baitiha bid-du'a min min baitiha tahfazu amrataha wa ghurriha tayyib tayyib al-an a Ta yib. Ta yib. Al uridu minka ma ra'yuka ma ra'yuka hal laka ra'yun min kiraati anas. Ba'da kiraati nas. Ma'da sataqul. Uh, ana muafik. Ana muafik. Uh, Al-mar'ah ta'amalu fil bait. Au fil makanil munasib laha. Kal uh, fil madrasah Aau film mustajfa, aau mumarido, aau film majalit taklimi. enam. idan kan? Nah. enam. tuafik li kam al awal Atani. nih amitali? Asalis. As dis. amitali. Yani bi, bisurut. sih. bisurut. enam. طيب اذا آه، عندك آه، آه، راي الثالث طيب الان ناتي الى التدريب التدريب الاول ضع علامه صحيح او خطا في المربع ثم صحيح الخطا تفضل اقرا يا اخميسه آه. نعم رقم الاول يرى الفريق الأول أن المرأة مثل الرُّجُلِ صحيح صحيح الفريق الأول يرى أن المرأة مثل الرجل الثاني الثاني يرى الفريق الثاني أن تعمل المرأة خارج البيت خطأ صحيح صحيح أن تكون المرأة في البيت. طيب خطأ إذا. نعم. الثالث. الثالث يرى الفريقان الأول والثالث أن تعمل المرأة. صحيح. الأول والثالث أن تعمل المرأة. صحيح. نعم صحيح. Parobi. Parobi. Ya Rol Fariku Salis anta amal marah fi majalati fi majalatin munasibatin. Sahih. Sahih. Alakhir al khamis. Al khamis. Ya Rol Fariku asani As wasalis an al marata nisful mujtama. Kata. Sahih. Sahih. الفريق الأول نعم mm, يرى الفريق الأول أن المرأة نصف المج مجتمع طيب الآن نأتي إلى التدريب الأول الثاني أجب باختصار عما يلي تفضل الأول التدريب الثاني نعم رقم أول أي فريق من الفرق الثلاثة تختار؟ أختاروا.. الفريق الثالث طيب لماذا؟ الفريق الثالث ليس هناك لماذا تختار هذا الفريق؟ أختار هذا الفريق لأنه مناسب في زماننا لأنه مناسب

توتل مرأه العاملة راتبها لأولادها لأولى أرابي إلى أي شيء يؤدي خروج المرأه من البيت نعم Iwadi khurujul mar'ah minal baiti ila ta'mal ta uh, fil majallati alati tunasibuha. Lah. Hmm. hmm. Yani uh, inda qaul uh, ra'yu athan yuaddi ila attafaq Mazazat iwa diilal ilal ila tafak tafakuk yaani ilal, oh. oh, ah, ilal, ilal halak Oh, na iwa diilal ilal halak aslal as aslal yaani indama ya mar'ah minal mar ahminal bayi pada mada tu adi au iwa diilal ilal halak naam. tafak au al 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 akhir ayul majallati yunasibul mar'ah kama yara al fariqut talih nam al majallatu yunasibul mar'ah kama yara al fariqus salis uh, katobibah au maridah أو معلمة إذا إيه أو... أه المجال أه. التربوية وماذا؟ الطبي الطبية أو أه مربية ممرضة أو أه أه معلمة نعم طبيبة ممرضة معلمة وغيرها طيب Na'ati ila mufradat. At-tadribu al-awwar sil-bayna al-kalimatayni al-latayni ta'atiyani ma'an wa kuma fi jumlatin fida. Tafaddan. Yaqsilu. Yaqsilu al-malabis. Al-jumlah. Uh... Yaqsilu ahmadu al-malabisa fil baiti. Yaqsilu. Ahmadu mala bisa fil baiti, to Tudiru tudiru diru makna tahfaz Adunnu tudiru diru bilmana tahfaz uh, Tudiru diru diru wa jumlah tudiru az-zawjatu al-manzilah uh, tudiru az-zawjatu al-manzilah tarju rahmatillah tarju rahmatullah Tayyib okay. mukhalatatu Mm mukhalatatu huh? an-nas Naam Mukhalatatu mukhalatatu an-nas ee fisuki bainal mar'ah warujul hmm, mukhala nas bainal mar'ah warijal atau bainal mar'ah warujul bainan nisa'i warijal bis nah. fisuk Tayyib, yurabbi Yurobil aula aula ada. Aiyi. Oh, Yurobi uh, al umu. La Yurobi. Yurobi. Laisa lil um. Hmm. Ada lil mudakar. Um, Yurobi al abu. Al abu al aulada uh, bi tarbiyatin hasanatin Taib. yah talifu la afwan laisa mukhalatatun nas hada rijal Oh, hmm, jidan ya, karir jumlah jumlah Oh, enam, hmm, um, atau rejal. mukhola mukho atau turijal. Nah, Fis syarikah. <laughs> la mukhola atau wan wanisa. Mada di syarikah. Mukhola atau turijal wanisa di syarikah. Ya kita lifo. Nam, ya kita lifunas. Uh, bi masail il, bi masa il <laughs>

طيب يغسل الملابس يغسل أحمد الملابس في البيت في البيت تدير المنزل تدير الزوجة المنزل ترجو رحمة الله يعني تدير هذا يعني يخ... آ... ليس تحفظ فقط لا ولكن هو آ... ماذا كأن كأنها ماذا آ... أميرة للبيت طيب و هي تملك البيت وهي ماذا تجعل شيئا تفعل شيئا ما تشاء في في بيتها لذلك بمعنى رب ربة ربة البيت تدير زوجة المنزل ترجو رحمة الله أو رجاء لرحمة الله رجاء لرحمة الله مخالطة الرجال مخالطة الرجال والنساء في الشارع أو مخالطة الرجال والنساء حرام. بين، يعني يربي الأولاد، يربي الأب الأولاد بتربية حسنة. ده. يختلف الناس، يختلف الناس في مسائل الفقهية، فقهية. فقهية. المسائل الفقهية. يعد الطعام يعد الرجل الطعام في المطعم طيب ممتاز الجمله ممتاز طيب التدريب الثاني صل بين الكلمتين المتضادتين يصلح يصلح نعم وضده ضده نعم. يفسد يفسد صحيح يأخذ يأخذ ضده يعطي يعطي العمل العمل ضده البطالة البطالة يوافق يوافق ضده يخالف يخالف والأخير تأخر تقدم تقدم طيب. يصلح يفسد يأخذ يعطي العمل البطالة يوافق يخالف تأخر تقدم طيب إذا هذا ما درسنا اليوم عن عمل المرأة يعني هل المرأة لا بد أن تعمل خارج البيت أم في البيت لا تخرج من ال... من البيت يعني والأحسن حينما ليس حينما ليس عندها الضرورة فقيام المرأة في البيت هذا أفضل الشيء هذا افضل شيء لان هذا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم لازواجها وكذلك في في قول الله تبارك وتعالى لا تخرج عن بيوتهن او فيما معنى عن ذلك يعني الامر بالبقاء في البيت ولذلك حينما وقعت معركه معركه الجمال بين المسلمين يعني بين عائشه وكذلك علي بن ابي طالب قال علي بن ابي طالب لعائشه لماذا تخرج من البيت؟ اليس امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء وكذلك امر الله صلى... عمر الله عز وجل بالبقاء في البيت وبعد ذلك ماذا؟ رجعت عائشه الى بيتها رجعت عائشه الى الى بيتها وهذا احسن شيء احسن احسن شيء ولكن حينما نرى في زمننا هذا يعني Al-mar'ah la buddha al-amal kharijal bayt. Liddorurah masalan, laisa man ya'mal fil bayt. Illa hadihil mar'ah masalan. Fa bi sabab. Bi dorurah. Bi dorurah. La buddha an ta'malul mar'ah kharijal bayt. Atau masalan, Ya'ani. Hunaka. Mada. Al-majallat. La buddha an ta'malul mar'ah fiha. La buddha an ta'mal mar'ah fiha. Iya, Masalan uh, fi majalat, uh, masalan cakunul uh, mar'ah lazo al-amal la buddha alaiha. Fil makan, mada nakul uh, fil makan di li lil jamal, yani masalah nakul lipstick, wajib amal amal amalia marah, sahih? ولذلك لا بد أن تعمل المرأة خارجا في هذا المكان وغيرها مثلا في التربية يعني كثير من المدارس الآن المدارس الأهلية طبعا يعني يفرق بين الفصول الرجال وطلاب وطالبات ولذلك في حين ذا لا بأس للمرأة أن تعمل خارج خارج البيت ولكن حينما قال الزوج لزوجتها لابد أن تعمل يعني لابد البقاء في البيت فللمرأة لابد عليها أن تبقى في بيت في بيتها طيب هل عندك سؤال؟ أه ما, فيه. ما فيه طيب شكرا أه.